السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غتشوفوا معايا طريقة تحضير حلوة ريش بوند محبوبة الجماهير بطريقة ناجحة 100%. كتجي هشيشة رطبة، فأنا صورتها مازال هي ساخنة، يعني مازال مبردش ليا داك المربى اللي في الوسط. طبعا ملي كيبرد فراه تيتماسك، فكتجي ممتازة 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 وبشكل جديد وراقي. كنتمنى من كل قلبي أنكم تجربوها. فهنايا غادي ناخذ واحد الواحدة، غادي نفتحها معكم باش تشوفوا معايا مدى الهشاشة ديالها والروعة ديالها. فغير جربوها، فكتجي ناجحة من 100%. فهنا غادي نقرب لكم، شوفوا كتجي ولا أروع. والسر ديالها، السر ديال الهشاشة ديالها راه غتلقاوه في الفيديو. اذا ها هي، شوفوا معايا عن قرب، ها هي شوفوا شحال هشيشه. كنتمنى من كل قلبي انكم جربوها. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه، ما تنساوش تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. نخليكم مع مراحل التحضير، وكنتمنى تتابعوا معي الفيديو للاخر. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات، كنحتاجوا بيضتان، كأس من الزيت، كأس من السكر، قياس الكأس هو 150 مليلتر، كأس سكر كنقصو منه ربع يعني كأس إلا ربع، كيس خميرة حلويات بيكنج باودر وزن 8 غرام، كيس سكر بنكهة الفانيلا. بالنسبة للخميرة الحلويات ملعقة صغيرة ممتلئة جيدا، والدقيق عندنا تقريبا 3 كؤوس من الدقيق أو 3 كؤوس ونصف. هادو هما المكونات. غادي ندوزو الآن على بركة الله للتحضير. على بركة الله كنوضعوا هاد العناصر والمكونات جانبا. كنجيبوا إناء العجل، كنوضعوا فيه قبصة ديال الملح اللي هي ضروري وفي أي حلوة. من بعد غادي نوضعوا البيض، بيضة بيضة. البيض دائما في الحلويات فكنخدموا به، ما يكونش من قبل في الثلاجة، يكون بدرجة المطبخ يستحسن. ومن بعد كنضيفوا السكر، كما قلت لكم كاس الا ربع. راه غادي نوضعوا لاحقا المربى، لذلك كنقصوا السكر. كنضيفوا خميره، كنضيفوا كذلك السكر بنكهه الفانيلا اللي الوزن ديالو 7 غرامات ونصف. وكنحركوا هذا البيض مع السكر جيدا جيدا حتى كيذوب لينا السكر. ومن بعد ما ذاب لينا السكر مع البيض، كنبداو باضافه الزيت بشكل تدريجي مع التحريك طبعا حتى كينسجم لينا الزيت مع البيض والمكونات اللي وضعنا في الاول. فإلا حبيتو تعجنوا باليد فممكن تعجنوا باليد، مهم غادي نخلطوا جيدا جيدا حتى كيبان لكم الخليط راه تنسجم ولا خليط واحد. ومن بعد على بركه الله كنجيبوا خميره الحلويات البيكنج باودر، فممكن توضعوها مع الدقيق. غادي نجيبوا واحد الغربال صغير كنوضعوا فيه الخميره ضروري باش كنتفاداو وجود داك الكريات والكرات. فهذوك الكرات غادي نخليهم جانبا، يعني غنزولهم. كنخلط الخميره مع خليط الحلوى، ومن بعد تنبداو باضافه الدقيق بشكل تدريجي. فكما قلت لكم غنحتاجوا 3 كؤوس الى 3.5. فهاد الحلوى ما كتكونش بحال الحلويات الاخرى، يعني ما كتضيفوش الدقيق حتى تولي العجينه متماسكه. غادي تشوفوا معايا من بعد كيفاش كنخليو العجينه. مهم غادي نضيفوا كميه الدقيق اللي عطيتكم بالكامل، ودائما الدقيق فكيكون مغربل اي منخول. من بعد ما كنلاحظوا العجينه انها بدات كتنسجم، كنبداو باضافه الدقيق باليد ديالنا باش كنتحكموا وكنعرفوا كميه الدقيق المناسبه. من بعد ما ضفنا الدقيق كما شفتوا معايا كتكون العجينه بحال هكا، راه ما كتكونش عجينه متماسكه، كنخليوها هكا تتبقى لينه ضروري. وهذا هو سر نجاح هذه الحلوى، باش كتجينا بحال الاسفنج او البونج وكتجي رطبه بحال القطن. الان كناخذوا صفيحه ديال الفرن اللي كندهنوها بالزيت، اولا كتفرشوها بورق.
انا هنا غندهنها بالزيت، حاولوا تدهنوها بالزيت يكون يعني كمية تكون محترمة. لماذا؟ لان كما شفتوا معنا في الحلوى كتكون ماشي حلوى متماسكة، يعني كتبقى شوية جارية، ضروري تدهنوا بكمية الكافية باش ما تلتصقش لكم في الفرن. من بعد على بركة الله بمساعدة الدقيق كنجيبوا الدقيق كنوضعوه في اليد ديالنا، وكنجيبوا الحلوى على بركة الله وكنبداو ونشكلوا منهم كرات. حاولوا تشكلوا كرات يعني ما تكونش مضغوطة، لان بما ان الحلوى كتكون يعني حلوى اللي هي ماشي متماسكة فمن بعد كتهبط، لذلك ضروري تشكلوها هكا مكورة. وإلا غادي تلاحظوا خليو مسافة بيناتهم كبيرة، لأنهم ما بين تشكلوا الكمية المتبقية هتلاحظوا هادوك اللي شكلتو الأولين هبطوا ومبقاش الشكل ديالهم كما حطيتوهم في الأول، فضروري ضروري ضروري خليو بيناتهم مسافة، كذلك راه كيزيدوا ينتفخوا في الفرن. مهم دائما بمساعدة الدقيق كنشكلوا الحلوى حتى كنكملوا كل كمية، ضروري تعملوا الدقيق في اليد ديالكم والا راه غتلتصق لكم في اليد وما غاديش تقدروا تشكلوها. اذا هنايا بعد ما شكلنا الحلوى كناخذوا الاصبع ديالنا كنوضعوه في الدقيق وكنجيبوه هنا في الوسط وكنوضعوا واحد الحفرة في وسط العجينة. كما شفتوا كيفاش حطينا العجينة وكيفاش ولات. اذا كنعملوا نفس الطريقه لكل كميه، ومن بعد غادي تشوفوا معايا لاحقا يعني تتبعوا معايا كيفاش تحصلوا على الحفره تبقى لكم حتى في الفرن، لان ملي غادي ندخلوا الحلوه الفرن وغادي تنتفخ الحلوه فهاد الحفره ما كتبقاش بالحجم ديالها، كتزيد كتصغر، فغادي تشوفوا معايا من بعد كيفاش غادي نعملوا ليها باش تجينا محفره من بعد. اذا على بركه الله بعد ما شكلنا الحلوى ديالنا غادي ندخلوها الفرن اللي كيكون ساخن من قبل، كنعملوا النار من الاسفل حتى كتحمر وتنضج، من بعد كنعملوا النار من الاعلى باش تحمر كذلك من الفوق. انا في الفرن ديالي غنعملها فرن كهربائي درجه حراره 160، واذا كان عندكم فرن غازي فغادي تعملوا درجه حراره متوسطه باش كطيب الحلوى على خاطرها. غادي نحمروها من الاسفل لكن من الاعلى كنخليو يبقاو اللون ديالها، يعني ما نحمروهاش بزاف. وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله بعد ما نخرجوها من الفرن. اذا كما شفتوا معايا هي الحلوه ديالنا في الفرن بعد ما كتتماسك، يعني بعد ما كتلاحظوا انها تماسكت فشوفوا الحفره، اما يعني ما كتبقاش محفره بزاف. كناخذوا الاصبع ديالنا، ممكن توضعوا في الاصبع ديالكم واحد المنديل نظيف باش ما تحرقوش اليد ديالكم بالحراره، ف وكنوضعوا الحفره في الوسط، يعني كنعودوا ديك الحفره نكبروها. ومن بعد على بركه الله كناخذوا المربى وكنوضعوا فيه ملعقتان من ماء زهر او لا ماء وردة البرتقال، وغادي نحركوا هذا المربى جيدا مع ماء الزهر. ومن بعد ما خرجنا الحلوى ديالنا فالحلوى تكون ساخنه ضروري ضروري باش كتشرب لينا هاد الخليط ديال المربى وماء الزهر وكتزيد كتجينا رطبه اكثر. ف إلا كانت الحلوة مثلا خرجتوها وكانت باردة غادي تسخنوا المربى، يعني ضروري واحد فيهم يكون ساخن والآخر يكون بارد، هكا باش كنحصلوا على النتيجة ديال الريسبوند اللي كتجينا يعني مشربة وكتجي رطبة وهشيشة. على بركة الله كنوضعوها في المربى وكنخليوها واحد المدة باش تشرب لينا، يعني تشرب لينا شوية هاد المربى. ومن بعد كنهزوها كنحاولوا اننا نسقطروها شويه من المربى وكنوضعوها في جوز الهند اولا الكوك. فغادي نوضعوها في هذه الاولى وضعتها فقط من الوجه، لكن من بعد فغادي نوضعها من الوجه وكذلك من الخلف، يعني كنمرمدوها في هذا جوز الهند جيدا. نفس الشيء غادي ناخذ واحده اخرى كذلك كنعملوها نزولوا ليها المربى الزائده وكنعملوها في هاد الكوك او لا جوز الهند وكنوضعوها جانبا.
ودائما وقت ما وضعنا واحد الكميه ديال الحلوى في المربى فما كنهزوهاش، ديك الساعه كنخليوها واحد المده باش كتشرب لينا داك المربى، عاد من بعد نهزوها ونوضعوها في جوز الهند، ومن بعد كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا كل كميه ديال الحلوى اللي متوفره عندنا، وراها كتجي ممتازه جدا جدا ورائعه وهشيشه كتذوب في الفم. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها. وهنا بعد ما شكلنا كل كمية غادي ناخدو المربى، يعني بدون اي اضافات، المربى العادي وكنسخنوه. علاش كنسخنوه؟ ملي كنسخنو المربى وكنوضعوه وسط الحلوى فمن بعد ما كبرت كيجمد، عكس الا وضعته مباشرة فما كيجمدش. انا وضعتها في هاد الصفيحة ديال الفوط، كناخدو ملعقة صغيرة وكنبداو نوضعو المربى الساخن وسط الحلوى، يعني كنملؤو دوك الحفر. فهنايا الحفر فعمرات ليا بجوز الهند وكذلك المربى، فممكن تمسحوها شويه يعني تزولوا داك الجوز الهند اللي في وسط الحفره ومن بعد توضعوا المربى، ولا وضعوه هكا مباشره فالحفره فيها غير جوز الهند والمربى كذلك. المهم نستمر بنفس الطريقه حتى كنعمل المربى في كل حلوه، في كل وحده في الوسط. اذا متابعينا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. هنا غادي نخلي حتى كتبرد ويبرد ليا داك المربى اللي فيها. ف كنتمنى ان من كل قلبي انكم جربوها، كتجي رائعه وممتازه. جربوها، خليوا لي دائما ارائكم في التعليقات. نخليكم تلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم. مبروك عواشركم بكل، نتمنى لكم الصحه والسلامه والعافيه وكل ما كتمنوا في الحياه ديالكم. بقاو دائما اوفياء القناه. شكرا على كل تعليقاتكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.